مسألة ديال المسجد الشامل والعمل الجماعي، توظيف وطاق أبناء منطقة الزرق في المسجد الشامل العمل الجماعي. نقطة ثانية السيد الوزير مسألة ديال دور الشباب، أنا كنعرفوا دور الشباب كدور واحد تلعب واحد الدور طلاعي، وهنا أنا خصني إعادة النظر في هذا القانون الأساسي منظمين دور الشباب في الإقليم. ونقطة ثانية السيد الوزير مسألة ديال الموظفين، كنعرفوا دور الشباب كترفع مجموعة الموظفين في الإقليم كيجوا من مناطق بعيدة ما كيبغوش يستقروا في المنطقة. السيد الوزير عندنا متمثل خصني إعادة يتم تخصيص الكوطة لأبناء المنطقة اللي كيتخرجوا في معهد الشباب والطفولة في الوزارة الإقليم، لأنه ما كيعرفوش الموظف في الإقليم صراحة، لأنه ما كيعرفوش أنه مثلا الظروف العائلة والظروف غير ذلك الأمور خصو توفير كوطة لأنه عندنا أبناء كيتخرجوا في المركز هذا خصو في المنطقة هذه المسألة. المسألة السيد الوزير مسألة ديال العناية بالموارد البشرية ديال الإقليم، لأنه كنعرفوا المنطقة ما عندهاش دابا صوت واحد المجموعة، كما قال السيد الرئيس أن إحنا في المنظمة الشبابية كنلتمسوا من السيد الرئيس نشوفوا أنها بعد اعتبار، يعني المنطقة فقيرة كيعرفوا الجميع خص تشوف هذا الأمر هذا. والتحية للسيد باش نطول عليكم التحية.